دلوقتي نروح لمؤسسة حياة كريمة اللي نظمت فعالية كبرى ضمن مبادرة بيتك عمران لتسليم 70 مشروع اقتصادي ما بين مشروعات حرفية ومهنية للحالات المستحقة للدعم بمحافظة المنيا. ده كمان بالإضافة لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية. استكمالا لجهود مبادرة بيتك عمران اللي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأرمان، انطلقت مرحلة جديدة من مراحل الدعم، والمرة دي لأهلنا في محافظة المنيا لتسليم مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجا. هذا الدعم بيوجه لهؤلاء الأهالي من أجل تطوير هذه المشروعات، هي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. هذا المبلغ سيحدث طفرة في هذه المشروعات ويؤدي لأنها يعني تتحرك بشكل أكبر، يتم تطويرها. عندنا قاعدة بيانات عريضة لكل هذه الحالات في جميع مراكز محافظة المنيا، كذلك الأمر أعضاء أو متطوعي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة شاركوا معنا في اختيار هذه الحالات وفي ترشيحها. بنختار الحالات اللي هي تستحق الدعم، اللي هي عندها القدرة على إنجاح المشروع وعلى الاستمرارية فيه. المرة دي حياة كريمة والأرمان بيقدموا لحوالي 70 مواطن من أهل المنيا، وكالعادة قرض لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 30,000 جنيه، وده عشان أصحاب المشاريع يقدروا يكبروا مشاريعهم سواء بتوفير مواد خام أو معدات تساعدهم على زيادة الإنتاجية. فتح دكان صغير على قد كده وعايزه اكبر مشروعي، وبشكر الجماعه الناس كلها اللي وقفت معايا بشكرها وخلت امل لبكره ان مصر فيها رجال وفيها كده هتساعدنا عن مشروع وكل حاجه، وبعد كده لما نكون كويسين معاهم في السداد هيدونا منحه اكبر من كده وهيتابعوا مشروعنا معانا اول باول. انا بدات المشروع بتاعي من 10 سنين، واللي بتديه لي جمعيه حياه كريمه دي وجمعيه الارمان هيزودوا اكتر يعني. مشكور حياه كريمه وجمعيه الارمان اللي اعطتنا فلوس كبرنا مشاريعنا. بيتك عمران مبادره اطلقتها حياه كريمه وبتمثل جزء من كل في منظومه بتشتغل زي الساعه، هدفها الاول هو دعم وتمكين المواطن المصري لتحسين الحاله المعيشيه وتحقيق مبدا الحياه الكريمه في كل بيت من بيوت المصريين.